السلام عليكم، مساك الله بالخير. الله يسلمك. انا الاعلامي الوطني سعد الشبانات، ولوقبت بالاعلامي الوطني لاني احد الصحفيين الذين كان لهم الشرف في الاعداد والاشراف على الملاحق الصحفيه لملوك وطننا الغالي، وهذا جناح وطني باسم السعوديه العظمى، رحله الاعلامي الوطني في حب الوطن. ولو جينا مثلا هذه بداية ويقسم إلى أربع أقسام الجناح الوطني، هذول الملوك، ملوك وطننا الغالي، وموجود من الملك عبد العزيز وإلى الأمير، إلى الملك سلمان، وهنا والأمير محمد بن سلمان، وهنا أقدم صحيفة لها 100 سنة اللي كان من القرى تحويل اسم المملكة الحجازية النجدية إلى اسم المملكة العربية السعودية، وهنا أول صحيفة الرياض، أول صحيفة الجزيرة، هنا الله يسلمك الرؤية ومنجزات الرؤية خلال هذه، وزودنا بشاشة أيضا، وهناك أيضا زودنا بشاشة للملوك بتوحيد المملكة، وهنا اللقاء لولي العهد مع قناة العربية، وتحققت الكثير من أهداف الرؤية، وهنا الله يسلمك منجزات الوطن، وهنا الحريق محافظة الحريق ومهرجانات الحريق، وزودنا أيضا بشاشة عن الحريق ومهرجانات الحريق، وهنا منجزات الرياضة ومنجزاتنا الرياضية وتنظيمنا فوزنا بتنظيم كأس العالم، وهنا نفتخر ونعتز بفرسان فريق الحلوة اللي حققوا كأس العالم، واللي هو هشام التميمي وعبد الملك الخريف، وهنا من هنا هذه نسخ المهرجانات السابقة اللي هي 8 مهرجانات اللي راحت، هذه 8 مهرجانات اللي راحت، تمام، من البداية من أول مهرجانات إلى 8 مهرجانات، يعني 8 سنوات تقريبا أو أكثر. أعتز بخطاب أول خطاب شكر 1400 ما شاء الله، وين؟ اللي هو هنا هذا؟ اي كله هذول خطابات شكر، بس هي القديمة. تمام. الله يسلمك. بارك الله فيك، الله مشكور على جهودك الطيبة. الله يسلمك، الله يحفظك. وانتم دعم وتشجيع لي، الله يسلمك. فرصة سعيدة، الله يحفظك. مع السلامة.